اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. وصولا الى فقره ترند، وموضوع ترند لهذا اليوم حول المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانيه. تحظى التمور السودانيه في الخارج باقبال منقطع النظير نسبه لتميزه بالشكل وكذلك الطعم والحجم ومقاومه الامراض. جاء المهرجان لتشجيع كل المزارعين والتعريف أيضا بالتمور السودانية هذا العام نظير جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أيضا بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات السودانية وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية. المهرجان كان مصاحب لمعارض وأيضا تسوق وندوات وكذلك محاضرات زيارات حقلية. خلونا نرحب سويا بضيوفنا من داخل استوديوهات سودانية 24 بالدكتور عبد الوهاب زايد، هو أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. مساء الخير عليك. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. أيضا يمتد الترحاب بدكتور نصر الدين شلقامي نائب الأمين العام لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك والتحية للمشاهدين ولكل الجمهور السوداني. حبابكم معنا. وبداية نبدأ معك دكتور نصر، خلينا نتحدث اللي هو حول المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية. أيوة، هو درجة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، نعم، لإقامة مهرجانات في دول عديدة. نعم. ونحن كجمعية لفلاحة ورعاية النخيل عندنا يعني تعاون وعندنا شراكة مع هذه الجائزة منذ عدد من السنوات. نعم. وكان بيتعامل معرض في السودان معرض محلي بسيط جدا. نعم. ولكن منذ أن يعني وقعنا هذه الشراكة أصبحنا يعني نقيم معرض دولي. نعم. بمشاركات عالمية. يعني في المعرض الآن في مشاركة عدد من الدول العربية، الإمارات، المملكة العربية السعودية، الأردن، المغرب، مصر وموريتانيا. فيعني ده معرض حقيقة الحضور ومشاركات الموجودة فيه كلها مشاركات على مستوى عالمي. حتى نوع المشاركات نفسها ونوع الحضور في الافتتاح هو يعني يدل على العالمية، اللي هو اهتمام أكيد كل البلدان بالتمور. في كل البلدان المشاركة الآن. نعم. هي منتجة للتمور. منتجة للتمور. طيب عفوا على حديث دكتور عبد الوهاب، عفوا دكتور نصر الدين معك اللي هو دكتور عبد الوهاب، خلينا نتعرف أو ناخذ نبذة تعريفية عن جائزة خليفة الدولية لنخل التمر والابتكار الزراعي. أهلا وسهلا. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تم تأسيسها ب قرار رئاسي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمرسوم سنة 2007 ومرسوم ثاني ب 2014، حتى تم تغيير أو إضافة كلمة الابتكار الزراعي للمسمى نتاع الجائزة. الجائزة جائزة دولية مفتوحة لكل العلماء الباحثين الفنيين المؤسسات الخاصة القطاع العام المزارعين محبي النخيل كل أنحاء العالم. نعم. من بين أنشطة الجائزة الكبيرة هناك أنشطة تتعلق بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بقطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور. الجائزة بعجالة قبل ما نتطرق إلى موضوع المهرجان الدولي الرابع، الجائزة بدأت من 2015 تنظم مهرجانات بجمهورية مصر العربية. نعم. وإحنا الآن في الدورة السادسة. نعم. بالمملكة الأردنية الهاشمية وإحنا في الدورة الرابعة، طبعا بجمهورية السودان الشقيق في الدورة الرابعة، بجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأخيرا كنا الولايات المتحدة المكسيكية. وبالتالي هذه المهرجانات والمهرجان الدولي الرابع الذي تم إطلاقه هذا الصباح بحضور معالي وزير الفلاحة وزير الزراعة والغابات ومجموعة من وزراء معالي الوزراء والسلك الدبلوماسي المعتمد وما لا يقل عن 800 محب للنخلة، كل القاعة
القاعة كانت مملوءة الحمد لله. هناك أولا طبعا معرض التمور اللي هو فرصة للمزارعين أو الفلاحين منتجي التمور مزارعي التمور بالسودان أن يظهروا جودتهم وجودة تمورهم فيما يتعلق بالأصناف المختلفة. عدد الأصناف الموجود بالسودان عدد كبير جدا، وفي نفس الوقت هناك تنافس في عملية الإنتاج، ولهذا الجائزة بتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية فلاحة ورعاية النخيل بالسودان. هناك مسابقات 10 فئات بين المزارعين، والفائز طبعا فيه جائزة مالية وفيه شهادة تقديرية ودرع تذكاري، ويحق للفائز استعمال اللوجو، إشارة اللوجو نتاع المهرجان 3 سنوات من ناحية الماركتينج الإشارة. هذا واحد. اثنين، يتماشى مع المعرض طبعا، هو هناك يوم كامل اليوم الثاني بكرة إن شاء الله هناك محاضرات علمية يحييها مجموعة من الخبراء والعلماء الدوليين من معظم الدول المنتجة والمصنعة للتمور. الجائزة تنظم زيارتهم إلى الخرطوم، وتتكفل بكل المصاريف المتعلقة بهذه المحاضرات حتى يتطرقوا بالتعاون مع الباحثين والعلماء السودانيين المختصين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، يتطرقوا إلى أهم المشاكل التي تعوق هذا القطاع. زيادة على هذا، هناك طبعا زيارات ميدانية لدراسة بعض المشاكل الخاصة، وبالتنسيق مع منظمات محلية وإقليمية يتم تدارس خلال 3 أيام إمكانيات التعاون بين المؤسسات اللي ذكرناها والجائزة والمنظمات المحلية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. كل هذه المنظمات عندها مكاتب بالخرطوم، وهذا يسهل مسؤولية اللجنة المنظمة لهذا المهرجان في تدارس احتياجات قطاع النخيل بالسودان. ممتاز. طيب خلينا نسألك اللي هو حول الجائزة والهدف الأساسي منها. الهدف الأساسي من الجائزة في الدول التي نقيم فيها المهرجانات، هذه المهرجانات في الحقيقة هي قاطرة للتنمية، لأن أي واحد يمكن ينظم مهرجان أو يمكن يأخذ صبغة تجارية أو شيء من هذا القبيل. لا، إحنا المهرجان يقام كما قلت بالتنسيق مع علماء باحثين، وفي نفس الوقت نتطرق إلى احتياجات القطاع حتى نتمكن من تطويره. أنا أعطيكم مثال بدون ما نذكر الدول. تمام. مثلا في منطقة معينة يحتاجوا إلى مصنع للتعليب والتغليف. جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، تعطى للجائزة أوامر واضحة لإنشاء وتأهيل مصنع للتمور، ويتم تسليم هذا المصنع للوالي أو المحافظ المسؤول، ويكون هذا المصنع التغليب والتعليف والتصدير في خدمة المزارع البسيط. عملنا عدة مصانع هكذا. مثلا في منطقة أخرى ينتجوا تمور رطبة ولا يمكن أن تخزن إلا في ظروف مبردة. مثلا رمضان الكريم يكون بعيد 4-6 أشهر ولا شيء، وبالتالي المزارع البسيط إمكانياته بسيطة. صحيح. وبالتالي تضيع منه الغلة. تم في منطقة معينة إنشاء برادات مثلجة بسعة، هي 5 برادات سعة كل واحدة 800 طن، أي 4000 طن. وهذا كان شرط حين سلمت للمحافظ للبلد المعني أن يتم استغلالها من طرف المزارعين البسطاء،
وليس المزارعين الكبار. يا سلام. مثلا النشاط آخر للجائزة التي تقوم به بكل جدارة واستحقاق أننا وعملنا هذا في السودان الحمد لله، وعملنا في جمهورية مصر وبالمملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون والتنسيق مع العلماء والباحثين من البلد نفسه، واستعانة بخبراء دوليين من منظمات الفاو والإيكاردا والأرنينة وهكذا، نعمل استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع على مدى 5 سنوات. ممتاز. ويتم تجديدها كل 4-5 سنوات، يتم دراستها عن طريق خبراء حتى نساعد، نكون بالتعاون مع وزارة الزراعة. نعم. والغابات مثلا في جمهورية السودان الحبيب، نكون دائما updated على عندنا أشياء واضحة بالنسبة للبرنامج الوزارة أو برنامج زراعة النخيل وإنتاج التمور. نعم ممتاز. طيب رجوعا لك يا أستاذ نصر أو دكتور نصر عفوا، خلينا نتحدث اللي هو حول المهرجان الذي أقيم، وكيف كانت اللي هو التحضيرات والجهة المنظمة؟ في الواقع يعني نحن اكتسبنا خبرة كبيرة جدا في تنظيم المهرجانات. نعم. ودائما بنقول إنه يرجع الفضل لمشاركاتنا الحسيسة جدا في عدة مهرجانات نظمتها جائزة خليفة. نعم. وقبل ما أن إحنا يكون عندنا يعني اتفاقية شراكة مع جائزة خليفة، الحقيقة كان يعني الوضع مختلف تماما. كان عندنا معرض محلي، ولكن حصل تطور كبير جدا، ليس فقط في المعرض وأشكال شكله وتنظيمه، ولكن في تطور في زراعة النخيل وإدخال أصناف جديدة. نعم. ما كانت موجودة في السودان، وأدخال تقنيات جديدة لإنتاج التمور ولتصنيع التمور كذلك. يعني التغليف بتاع التمور لو نظرنا ل4-5 سنين أو 7 سنين ورا، بنلقى أنه كان يعني فقير جدا، والطريقة بتاع جني التمور نفسها والتعامل مع العمليات الفلاحية نفسها كلها لحد ما العمليات ما بعد الحصاد كانت ضعيفة جدا وفقيرة جدا جدا. نعم. لكن بالمعرفة والالتقاء مع المنتجين في الدول المختلفة. نعم. من خلال المهرجانات اللي بتتعامل في الدول المختلفة، الأردن والمغرب ومصر والأمارات والسعودية وكذا، دي مشاركتنا بأجنحة كمان، وتفاعلنا مع الناس الموجودين هناك العارضين. نعم. يعني خلقت ثقافة جديدة ما كانت موجودة. يعني الآن في مصنع كبير للتعليب في الخرطوم هيبدأ قريبا الإنتاج، وفي مصنع برضو في كريمة هيبدأ يعمل، دي ما كانت موجودة. لأنه التمور تحتاج لأنها تغلف بصورة يعني مرضية، بصورة صحية، حتى وإنه نقدر نصدر كمان، يعني مش للاستعمال المحلي. فلذلك أنا بفتكر إنه يعني حصل تطور كبير جدا، وحصل كمان يعني استجلاب أصناف الآن إنتاجها في السودان ظهر إنتاج ممتاز جدا. ولاية الخرطوم ما كان فيها تمور، ما كان فيها إنتاج للتمور، وما كان فيها زراعة للنخيل كبيرة. الآن عندنا أكثر من 2 مليون شجرة نخيل في الخرطوم، وده الحقيقة يعني أساسا 2 مليون دي كلها من التمور التجارية المعروفة عالميا، واللبنة بتاعتها جات من جائزة خليفة للنخيل التمر والابتكار الزراعي. لو سمحتي لي إضافة إلى ما تفضل به أخي العزيز دكتور السلطاني، المقارنة ما بين الوضعية الحالية و 2015 مثلا حين بدأنا الجائزة، فرق السماء والأرض. أولا كان المعارض بسيطة، وكان التمر يتم إظهاره أو عرضه بطريقة شبه بدائية، غير نظيف، غير معلب، غير كذا كذا. الآن الحمد لله نتمنى أن المشاهد والمشاهدة الكريمة يزوروا المعرض، وهو مفتوح 3 أيام، كأنك جالس في أي بلد متقدم عنده عروض وعنده تمور رائعة. نعم. أولا الجودة تحسنت، يا سلام. تمور نظيفة،
الحمد لله. ومعلبة بطريقة تجارية وجاهزة للبيع والتصدير. هذا ما كان. هذا واحد. اثنين اللي أشار له سعادته مهم جدا، أن الأصناف اللي كانت موجودة ولا زالت الأصناف الأصلية هي من الصنف الجاف وشبه الجاف. نعم. أو نصف الجاف. هذه النوعية من التمور تستهلك في مناطق معينة في العالم. نعم. وفي المنطقة هنا لو خلينا نقول لا تنافس الأصناف التجارية اللي توصل أوروبا وأمريكا. صح. أبدا. مثل الصنف المجهول، الصنف المغربي الأصيل. وبالتالي قبل تقريبا 15 سنة تم إهداء ما يناهز 40,000 نخلة منبثقة عن طريق زراعة الأنسجة ممثلة لعشرة أصناف، على رأسها المجهول، البرحي، الخنيزي، السكري، اللولو، الخلاص، وهكذا. وهذه الأصناف، هذه 40,000 هي اللي عملت طفرة، كانت النواة، طفرة قوية في عملية إكتار النخيل بالبلد وزراعته بالطريقة الحديثة وتطوره في ولاية الخرطوم. يا سلام. وهذا طبعا كأنه مرآة نجاحات حصلت عليها الجائزة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والغابات، مع الجمعية الموقرة، مع كل المزارعين وكل محبي النخيل، مع مؤسسات الجامعية، الكل يشتغل الآن الحمد لله. الحمد لله. وبالتالي رقينا إلى مستوى إن شاء الله يبدأ في عملية التصدير إن شاء الله، وإدخال العملة الصعبة. ولو تسمحي لي سيدتي، بالنسبة لأهمية النخيل، وهذا الشيء شبه مجهول على المستوى العالمي. صح. أن للنخلة زيادة على دورها أو التمور فائدة غذائية. نعم. هي لها دور كبير في مجال الغذائي، food security، الأمن الغذائي. الأمن الغذائي. في مجال الأمن الغذائي. وبالتالي الجائزة الحمد لله كانت أول من يأخذ فكرة أهمية النخيل في المجال البيئي. منذ السنة الماضية كانت الجائزة عضو من الفريق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي شارك بغلاسكو. نعم. بإنجلترا، كان نوفمبر 2021، وتم لأول مرة طرح هذا الموضوع، أن للنخلة أهمية كبيرة في المحافظة على البيئة. يا سلام. ومحاربة آفات الناتجة على التغير المناخي، لأن النخلة تمتص سنوياً ما لا يقل عن 150-200 كيلو من CO2، من الكربون، ثاني أكسيد الكربون. والعالم العربي، شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عنده 100 مليون نخلة. يا سلام. لا عليك، شوف مليون. الدور المهم ل 100 مليون نخلة في امتصاص الكربون. وهذا السنة بشرم الشيخ جائزة أيضاً شاركت بمبادرتين هامتين تمثل شبه الدول المنتجة للتمور. والمبادرة الأولى أهمية الواحات. الواحد. الناس تجهل أهمية هذه. ونحن دخلنا في هذا البرنامج. السودان الآن حيعمر بعض الواحات بزراعة النخيل. ممتاز. إن شاء الله. ممتاز. طيب. تفضل. لا، مبادرة الواحات هي كيف نجمع تجارب الواحات من الدول العربية الشقيقة. عندنا المملكة المغربية، عندنا موريتانيا، عندنا المملكة الأردنية الهاشمية، عندنا طبعا جمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية. كل هذه الدول عندها خبرات مختلفة. هذه المبادرة هي كيف نجمع هذه التجارب لكل هذه الدول والواحات الموجودة، لأن واحة هنا مختلفة على واحة أضرار. صح. أو واحة تندوف أو سيوة بمصر. ولهذا هذه المبادرة وقبلت ولقت نجاح كبير. المبادرة الثانية هي كيف النخلة تأخذ مكانتها بين الأشجار الأخرى في العالم، وأهميتها فيما يتعلق بمحاربة آثار التغير المناخي. نعم. ممتاز.
طيب معك يا دكتور شلقام، خلينا نتحدث حول جمعية فلاحة ورعاية النخيل وشكل الشراكات التي أقيمت. طبعا جمعية فلاحة ورعاية النخيل هي جمعية طوعية، نعم. أنشئت في عام 2003، والجمعية الحقيقية هي يعني الهدف بتاع تحريك المجتمع المدني حيال زراعة وتطوير زراعة التمور في السودان أو النخيل في السودان. فيعني قد تكون أول جمعية طوعية NGO تشتغل في هذا المجال، في مجال تطوير النخيل. وهي جمعية طوعية والناس الشغالين فيها كلهم بيشتغلوا طوعا كذلك، وبتضم عدد كبير جدا من العلماء والخبراء في مجال النخيل. وأخيرا كونت جمعيات في كل مناطق الإنتاج، يعني جمعية في مروي، جمعية في كريمة، جمعية في شندي، جمعية في الباوغة، يعني جمعية حتى في دارفور، في كتم، في جمعية لإنتاج التمور، وحسع في أمهات وراثية مشت هناك بتاعت تمور برضو رطبة، تمور تجارية مشت لدارفور، وحتكون هناك نواة لزراعة النخيل في دارفور. بعدين احنا لما نزرع زي ما قال الدكتور عبد الوهاب، لما نزرع 40,000 شجرة نخلة، معناها الأربعين أضربي طوالي في 5 بعد سنتين ثلاثة، مش كده؟ النخلة بتطلع خلف كم يا دكتور؟ تقريبا على الأقل خلال حياتها الأولية 15-20 سنة تعطيك ما لا يقل عن 25 فسيلة. 25 يعني المية بتديك كم؟ 100 تعطيك 2000 تعطيك 20,000 وهي ماشية هكذا. ومعظم ما تم غرسه بولاية الخرطوم هو مشتق من زراعة الأنسجة، من الهدية نتاع 40,000 شتلة. 40,000 شتلة حسا قريبة ل 2 مليون ما شاء الله الموجودة عندنا. طيب خلينا اللي هو نعرف معك الولايات اللي كانت مشاركة في المهرجان. المشاركة المهرجان طبعا قائم، افتتحنا اليوم ومشاركة ولاية الشمالية طبعا، وأكثر من 30 جمعية في الشمالية، ولاية نهر النيل مشاركة، ولاية الخرطوم، دارفور برضو مشاركة. بعدين في مشاركات خارجية من الأمارات، دولة الأمارات، من مصر، من السعودية، من المغرب، من الأردن الشقيق وموريتانيا، يعني كلها مشاركات موجودة في المعرض. وبعدين يعني هي زي ما تفضل دكتور عبد الوهاب، هي منبر، ليس فقط منبر للقاء الناس وعرض المنتج، حتى للتسويق. صحيح. يعني منبر للتسويق. صحيح. يعني كل الناس الراغبين حسا في شراء تمور او شراء شتول بتاعت اصناف جيده من التمور بيجوا المعرض. ممتاز. طيب دكتور عبد الوهاب، كيف اللي هو شاهدت ممكن نقول المشاركات اللي كانت من معظم الولايات او من مختلف الدول، ومقارنه تحديدا اللي هو تمور السودانيه بتمور العالم؟ شكرا. اولا عدد العارضين كل سنه يكون اكبر من السنه الماضيه، وهذا يعكس سمعه المهرجان. ممتاز. الان هذه السنه عندنا لا يقل عن 80 عارض من مختلف الولايات، وعندنا مشاركين من المنطقة، من الدول الشقيقة والصديقة. نعم. هذا واحد. اثنين، كما قلت سابقا أن هناك شيء مهم لازم نعرف، ما يمكن نحسن جودة التمور لو ما نحسن مراحل مختلفة من طرق الإنتاج. نعم. وبالتالي بالتنسيق والتعاون مع منظمة الفاو في مشروع Technical Cooperation Program اللي هو يساعد المزارعين على تحسين طرق مثلا تنبيت تلقيح، أو طرق الجني، أو عملية الجني، أو تحميل الثمار من الحقل إلى المخزن، أو من المخزن إلى السوق. الآن بدأت الأشياء، بدأ المزارع أو المزارع السوداني يستعمل أكياس لحماية المنتج تمور خلال مراحل النضج، حمايتها من الطيور ومن التراب، الأتربة والغبار والرمل وهكذا. إذن سامحيني، لأن اللي مهم هو أي مزارع مهما كانت الغلة
لن يسمع لأي نصيحة لولا أنه يرى أن هناك نتيجة. صحيح. من الواضح أنه المهرجان خلق اللي هو نقلة واختلاف، وأصبح لكثير من المزارعين اللي هو اهتمام بجودة التمور تحديدا. طيب معك اللي هو أخيرا، عايزين نتعرف على فئات الجائزة وعدد الفائزين، ومن ثم اللي هو المزايا. نعم. فيما يخص الجائزة. شكرا. سنويا يتم أولا الجائزة أو عملية المسابقات الفنية يشرف عليها متخصصون علماء من الدول اللي ذكرنا من قبل. أيوة. ومن داخل البلد المضيف للمهرجان. تمام. هذا واحد. ثانيا لمدة معينة قبل الاحتفال بالمهرجان اللجنة العلمية تزور المزارع اللي مرشحة للجائزة. هناك 10 فئات، لكن في بعض الحالات بعد السنوات يتم حجب فئة معينة لأن الظروف كانت غير مناسبة لها، لأن الشروط ما اكتملت. لكن عادة 10 فئات يتم اختيار فائز أول من لكل فئة. لكل فئة. لكل فئة. نعم. عندنا فئة مثلا أجود مزرعة من ناحية التقنيات. نعم. ونظافة المزرعة أو شيء. عندنا أجود مزرعة صنف المجهول أو صنف القنديلة أو صنف معين. أيوة. عندنا جودة التمار. عملية التعليب، تغليف. ممتاز. إذن كل الطرق عندنا 10 كاتيجوريز. وبالتالي المزارع بنفسه يحس بأن الجائزة واللجنة المنظمة المكونة من كل المؤسسات تسعى إلى تطوير هذا. صحيح. القطاع. صحيح. وبالتالي المزارع تلقى حتى هو الشخص مهما كان يبتكر أشياء يتشجع. وفي بعض الناس يجيوا بدون ما يعرضوا عشان يكتشفوا شنو موجود جديد. صحيح. في عملية زراعة النخيل وإنتاج تمور. نعم. وبالتالي الحمد لله في تطور مستمر. ولو تسمحي لي أنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر إلى الجهات التي هي شركائنا الاستراتيجيين، على رأسها وزارة الزراعة والغابات بالسودان الحبيب. نعم. جمعية فلاحة ورعاية التمور بالسودان، الجامعات والمؤسسات العلمية اللي تساعدنا في عملية تنظيم لجنة منظمة، وطبعا كل المشاركين من الدول الأخرى. في ميزة أخرى لو سمحتي لي، أنه مثلا المهرجان الآن يقام هنا، لكن لو في مهرجانات أخرى في الدول نأخذ 2 إلى 3 مزارعين مرشحين من طرف الجمعية والوزارة يروحوا يشاركوا في المهرجانات الأخرى. صح. وبالتالي نخلق تنافس. ممتاز. وتتبع لما يتم عرضه بالدول الأخرى. ممتاز. وآخر شيء مثلا تمور السودانية عرضت قبل أسبوعين بالمكسيك. المكسيك. يا سلام. شرف. صح. كان شرف عظيم. كان في مهرجان في المكسيك. نعم. وعرضت تمور. نعم. احنا شاكرين لكم جزيلا ضيوفنا. صح. الكرام دكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية للنخيل التمر والابتكار الزراعي، وكذلك دكتور نصر الدين شلقامي نائب الأمين العام لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، كنتوا ضيوف معنا في هذه الفقرة حديثا حول المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية. شكرا. شكرا.